How can we use the potentiometer? When it is zero, everything is great. Increasing the resistance will turn on different LEDs, and then turning it off will turn off all the LEDs. Okay, that's great. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فضلات، معكم مصطفى صادق. مثل ما شفتوا كنت مشغول قليلا مع بعض التجارب للإمبيدد سيستمز باستخدام الأردوينو، بعض المقاومات، اللدات، البوتنشيوميتر، يعني أمور تعتبر بسيطة إلى حد ما ولكنها مفيدة في الواقع العملي. اليوم حبيت أنه نتحدث قليلا عن الـ ICT Task Force، Information and Communication Technology Task Force Initiative، اللي هي مبادرة الـ ICT Task Force اللي أطلقناها قبل 3 أشهر أو تقريبا 4 أشهر، تحديدا يوم 15/12/2018. الفكرة منها كانت أنه في محافظة ميسان بشكل خاص، في العراق بشكل عام، نفتقد إلى فد شيء اسمه IT أو ICT Community، يعني مجتمع IT أو مجتمع ICT. الفكرة أنه أغلبنا يعني يتخرج من الكلية يعني يمتلك بعض المعلومات النظرية العملية، إلا أنها لا ترتقي إلى واقع متطلبات سوق العمل. على مود نقدر نردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعات العراقية، نحتاج تدريب، نحتاج تعليم مستمر. شلون نقدر نعرف ما هي المتطلبات اللي يحتاجها المختص في مجال الشبكات أو الإنترنت أو إنترنت الأشياء أو الاتصالات أو تطوير المواقع، تطوير تطبيقات الأندرويد والآيفون، مجالات كثيرة، تخصصات كثيرة، تقنيات هاردوير وسوفتوير كثيرة جدا تظهر يوميا. الشخص وحده طبعا شيء طبيعي أنه راح يضيع، يحير، يدوخ بهذه الأمور كلها. حتى نحل هذه المشكلة، حتى نحل هذه الحيرة، ارتئينا أنه نبني كوميونيتي، نبني مجتمع. المجتمع راح يتكون من وحدات أصغر اللي هي التيمز، الفرق. كل فريق راح يكون متخصص بمجال معين، نقوم بتدريب هذا التيم ويقوم هذا التيم ايضا بتدريب اعضائه بعضهم للبعض الاخر. نستفيد من خبرات بعضنا، نستفيد من الناس اللي هم خبراء ومختصين في هذا المجال قبلنا. استعانينا بخدمات شركة كلاود تكنولوجي، الناس يعني هم شركة ممتازة، تأسست قريبا اعتقد. المؤسسين هم استاذ علي العيداني، استاذ احمد الايادي، استاذ محمد عيسى، كلهم مبرمجين ومهندسين محترفين ومعروفين على مستوى عالمي. بدانا اعطاء الكورسات، بدانا اعطاء مناهج تعليميه تتطابق مع متطلبات سوق العمل، تتطابق مع المعايير التي تضعها يعني الاي تربل اي انستيتيوت اوف الكتريكال اند الكتريكال انجينيرز. وبحمد الله تعالى بدات الكورسات يعني تعطي ثمارها، بدأ عندنا مجموعة من الناس يكملوا الكورسات، حصلوا على شهادات إن شاء الله يعني صادرة من الـ IEEE بسيريال نمبر خاص بهم. المستقبل راح يكون إن شاء الله هو أنه الفرق التي بدأناها صغيرة وبمهارات بسيطة راح تكبر الفرق إن شاء الله، راح تتطور، راح يظهر عندنا ناس خبراء ينقلون تجاربنا اللي قمنا بها في واقع التدريب إلى سوق العمل، إلى الواقع العملي. راح تظهر عندنا إن شاء الله مشاريع عراقية بحتة 100% بالاعتماد على الخبرات اللي راح نساهم في بنائها إن شاء الله. راح ينعم شبابنا براحة البال ولو نسبيا، بحيث أنه بدل أن يتخرج ويجد نفسه يعني مفرغا من كل الأمور التي يحتاجها السوق، راح يكون على الأقل عند الأساسيات، راح يكون على الأقل يعرف الطريق الذي يمشي فيه. راح نكون احنا ان شاء الله موجودين دائما لمساعدة طلبتنا وخريجينا انه يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للحصول على عمل يناسب تعبهم في سنين الدراسة ويناسب تطلعاتهم لبناء حياة افضل، للحصول على دخل مادي معتدل من خلاله يستطيعون طبعا تحقيق ذواتهم، بناء عوائلهم، خدمة بلدهم، كثير من الامور الاخرى اللي ممكن يحققوها من خلال نقطة البداية التي هي اكتساب المهارات. ولذلك قلنا بأنه شعارنا build your skills with us، ابني مهاراتك معنا. هذه هي الفكرة طبعا.
والحمد لله إن شاء الله الفكرة بدأت تؤدي ثمارها، المستقبل إن شاء الله راح يكون أفضل بكثير. حاليا مثل ما شفتوا أنا كنت أربط دائرة بالأردوينو اللي هي عبارة عن دائرة جيج، استخدام المقاومة المتغيرة البوتنشيوميتر في يعني تشغيل وإطفاء مجموعة من الليدات لايت إميتنج دايودز، دايودات الباعثة للضوء، بالاعتماد على فد بروتوكول أو خوارزمية معينة قمنا بتطويرها. هذا طبعا هو جزء من كورس الـ Embedded Systems and Robotics المقدم من أخونا أستاذ نوار السيلاوي. عندنا كورسات في مجال الاتصالات، في مجال الشبكات، في مجال إنترنت الأشياء، الـ Security، Cyber Security، الـ Full Stack Development، English for Beginners، English for Engineers، IT Fundamentals، Fundamentals Essentials، كثير من الأمور الأخرى. كورساتنا المستقبلية سي بلس بلس أيضا بالنسبة لطلبة الجامعات. الكورسات المستقبلية إن شاء الله راح تكون دائما متجددة، متغيرة، متنوعة ومراعية لمتطلبات سوق العمل. يعني احنا نعرف انه سوق العمل اللي موجود اليوم في العراق او في العالم هو يختلف عن سوق العمل اللي كان موجود قبل 5 سنوات، وكذلك راح يكون ايضا مختلف بعد 5 سنوات او 2 او 3. اغلب زملائي الان في الجامعة اللي انا ادرس بها حاليا في امريكا، سواء كانوا خريجين هندسة حاسبات أو هندسة كهرباء أو علوم الحاسبات، أغلبهم مهما كان اختصاصهم قاعد يشتغلون في شركات في مجال الـ Data Analysis. يعني صدق أو لا تصدق، الناس اللي يكملون اتصالات يشتغلون Data Analysis، اللي يكملون ذكاء اصطناعي يشتغلون Data Analysis، اللي يكملون كهرباء يشتغلون Data Analysis. يعني أغلب الشركات اليوم تبحث عن ناس مختصين في مجال الـ Data Analysis، Big Data Analysis، الشخص الذي يستطيع التعامل مع البيانات، أحجام كبيرة وضخمة من البيانات، وكيفية تحويلها إلى فاليو، إلى قيمة. شلون تقدر تحلل البيانات، شلون تقدر تنظفها، تعمل لها بري بروسيسنج، تعمل لها كلاسيفيكيشن، كلاسترنج، اورجنايزيشن، كثير من الأمور الأخرى اللي ممكن أنه نعملها في البيانات. واليوم ما شاء الله لدينا الكثير من المنصات التي تعمل على هذا المجال. خطوة البداية في هذا المجال ممكن تكون ماتلاب، ممكن تكون بايثون، ممكن تكون أي لغة برمجة أخرى. بعد ذلك ممكن تصعد إلى السبارك وغيرها من المنصات الأخرى، هادوب، يعني الكثير من المنصات. هدفنا مثل ما ذكرنا انه نبني كوميونتي. الكوميونتي راح تتكون من فرق، الفرق راح تحتوي على مختصين خبراء راح يتبادلون المعلومات فيما بينهم، راح يخضعون الى كورسات تدريبيه صارمه وشديده ومكثفه. نتيجتها ان شاء الله راح تكون ناس خبراء يعرفون ما لديهم، يستطيعون ان يكون لهم موضع قدم في سوق العمل المتسارع والمتغير بشكل كبير جدا وبشكل مخيف جدا. مناهج الجامعات للأسف أقولها لم تعد كافية للخريجين، على الأقل في مجال الاي تي او الاي سي تي، Information and Communication Technology. مستمرين إن شاء الله، نتائجنا راح تكون ظاهرة وواضحة للعيان في أقرب مما تتصورون، ونتمنى أنه مبادرتنا تشمل الكل أو تشمل أكثر عدد ممكن من الخريجين، وإن شاء الله المستقبل من يعني يزرعون اليوم لكي يحصدوا غدا. تحياتي للجميع.